سوريا اليوم وفي عناوين: الملف السوري يتصدر المواقف في الأمم المتحدة، وأولاند يشدد على ضرورة ردع النظام، ومعارك ضارية في درعا وريف حلب، والمفتشون الدوليون عادوا إلى دمشق. مأساة مروعة يرتكبها النظام السوري ضد أطفال المعظمية. شكلت الأزمة السورية نقطة أساسا ومشتركا لكلمات المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الرئيس الفرنسي طالب بإصدار قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي للتصدي لحكومة بشار الأسد. أما الرئيس الإيراني فاتهم جهات دولية بالمساهمة في عسكرة الأزمة السورية. لا يزال العمل العسكري ضد سوريا من ضمن الخيارات المطروحة للتصدي لحكومة بشار الأسد في حال عدم التزامها بقرار تسليم سلاحها الكيماوي في مسعى لتدميره. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جدد دعوة نظيره الأمريكي باراك أوباما إلى ضرورة إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يلحظ تدابير ملزمة، أي تحت الفصل السابع، تمهد لاحتمال عمل مسلح ضد النظام السوري في حال لم يفي بتعهداته. أولوند دعا كذلك إلى مساءلة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم في سوريا، لافتا إلى أن مؤتمر جنيف 2 يهدف إلى اتخاذ قرارات وإيجاد حكومة انتقالية مهمتها استعادة الأمن وحماية فئة المجتمع وتنظيم انتخابات. أيضا أمام الجمعية العامة زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني أن جهات دولية ساهمت في عسكرة الأزمة السورية من دون أن يحمل النظام مسؤولية هذا الأمر، واعتبر روحاني بأنه يجب العمل على اجتثاث المجموعات الإرهابية بالتوازي مع نزع السلاح الكيماوي، مجددا التأكيد بأن لا حل عسكريا للأزمة في سوريا. بدوره دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي إلى إخماد ما وصفها بالحرائق التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط قبل أن تمتد إلى العالم أجمع. ووصف الملك الأردني الأزمة السورية بأنها كارثة دولية على المستويين الإنساني والأمني، لافتا إلى ضرورة تسريع عملية الانتقال السياسي في سوريا. العديد من رؤساء العالم توالوا كذلك على منصة الجمعية العامة، من بينهم رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ورئيسة البرازيل ديلما روسيف، التي أشارت إلى أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو في توجه القوى المعارضة والحكومة إلى الحوار والتفاوض السياسي. في الميدانيات السورية سقط أكثر من 45 قتيلا بنيران كتائب الأسد في وقت تمكن الجيش السوري الحر من السيطرة على معبر جمرك درعا القديم وعلى قرى إضافية في ريف حلب، في حين يواصل جيش النظام قصفه لبلدات وأحياء في العاصمة دمشق وريفها، حيث بدأت المعارضة معركة جديدة لفك الحصار عن الغوطة الشرقية. بعد اشتباكات ضارية مع كتائب الأسد، تمكن الجيش الحر من بسط سيطرته على معبر جمرك درعا القديم، وهو ثاني أهم المعابر الحدودية بين الأردن وسوريا بعد معبر جابر نصيب. وشنت كتائب الأسد هجوما عنيفا براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على مدن وبلدات المسيفرة وإنخل ونوى وعثمان في ريف درعا، وكانت قدرة الخالق أقوى من مشيئة النظام بعدما نجا هذا الفتى من موت حتمي إثر سقوط صاروخ على غرفته خلال نومه. هو أحد الأطفال، معلش عمو، الذي كان ينام على هذا السرير. الله أكبر. وفي العاصمة جددت كتائب الأسد قصفها العشوائي على الأحياء الشمالية والجنوبية، وتركز على جوبر والقضم والعساري، ودارت مواجهات عنيفة في برزة في محاولة لاقتحامها. محاولات الاقتحام تجددت أيضا في الغوطة الشرقية، حيث حشدت قوات النظام أعدادا ضخمة من الجيش والشبيحة مدعومة بالحرس الثوري الإيراني واللواء أبو الفضل العباس ومسلحي حزب الله، إلا أن الثوار تصدوا لهم وأطلقوا معركة تحت شعار أيام القادسية لردع هذا العدوان، فيما واصل جيش النظام استهداف بلدات ومدن ريف دمشق بمدفعيته المتمركزة على جبل قاسيون. أحياء أريحة ومباني الشام وجبال الأربعين في إدلب شهدت أيضا أعنف القصف، واستهدف الجيش الأسدي جبل الأكراد في اللاذقية. وفيما أغار الطيران المروحي على مدينة طبقة في الرقة، تعرضت أحياء دير الزور إلى قصف وحشي تركز على حيي الحويقة الموظفين وسط مواجهات عنيفة.
معركة العاديات للجيش السوري الحر تواصلت في ريف حماة، وبعدما حرر الثوار المزيد من القرى استكملوا أعمالهم الحربية، فاستهدفوا قاعدة تل عثمان وحاجز العطشان والحماميات، فيما تعرضت بلدة كفر نبوتة إلى قصف عشوائي. إلى حلب وضمن معركة والعاديات ضبحة يسعى الثوار إلى السيطرة على طريق معامل الدفاع حلب، وذلك بعدما تمكنوا من السيطرة على 25 قرية بالقرب من المعامل. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب المتحدث باسم شبكة شام في حلب وريفها محمد الهادي. يعطيك العافية سيد الهادي، ما هي آخر المستجدات الميدانية؟ نعم، يعني نبدأ بالحديث عن ريف حلب والتي تجري فيه معركة والعاديات ضبحا في ريف حلب الجنوبي، حيث المعركة الآن تحتدم في قرية عزيزة بالريف الجنوبي، وسيطرت الثوار على أكثر من 50% من هذه القرية والتي تعتبر ذات أهمية بسبب قربها من مطار حلب الدولي. أيضا ضمن سياق هذه المعركة استهدف الجيش الحر معاقل إصابات الأسد في قرية العدنانية بصواريخ محلية الصنع وبكافة الأسلحة الثقيلة وتحقيق إصابات، حيث تم تدمير مدفع من عيار 122 وقتل والعديد من عصابات الأسد، بالإضافة إلى جرحى أيضا من بين الشبيح. أيضا في ضمن هذه المعركة سيطر الثوار على منطقة المداجن قرب العدنانية بعد معارك عنيفة استمرت منذ فجر اليوم وحتى الآن، كما أكد الجيش الحر بعد اقتحام المداجن وجود عناصر لبنانية بين قتلى عصابات الأسد. في ريف حلب الشمالي وبعيدا عن هذه المعركة شهدنا قصف بالنفتعية الثقيلة تعرضت له بلدة بيانون، وأيضا تعرض أطراف هذه البلدة أيضا إلى قصف من قبل مدفعيات النظام مخلفة أضرارا مادية. انتقالا إلى مدينة حلب، يعني لا تزال الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في مدينة حلب، أهمها هو مطار حلب الدولي، حيث قام الجيش الحر باستهداف هذا المطار بصواريخ جراد استهدف مبنى القيادة. أيضا البحوث العلمية تعرضت إلى ضربات من قبل الثوار وإصابات محققة في منطقة نقطة البحوث العلمية. الجيش الحر أيضا استهدف منطقة ميسالون فجر اليوم، حيث تتمركز إصابات الأسد في بعض المباني في هذا الحي. في حلب القديمة شهدنا استهداف الثوار لبعض عناصر إصابات الأسد في هذه المنطقة، فيما دارت اشتباكات في حي بستان القصر بين الجيش الحر وعصابات الأسد وارتقاء شهيدين في بستان القصر. نعم، شكرا لك محمد الهادي. في المواقف، وصل وفد من مفتشي الأمم المتحدة مكلف إجراء تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية في زيارة هي ثانية له إلى دمشق. يأتي ذلك فيما يعمل وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا على مشروع قرار بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي. مرة ثانية دخل وفد مفتشي الأمم المتحدة الأراضي السورية للتحقيق بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية. الوفد الذي وصل صباحا إلى فندق فور سيزنز في دمشق يرأسه السويدي آكي سيلستروم ويتألف من 6 أشخاص، وتأتي زيارة ثانية من نوعها للوفد الدولي بعد موافقة دمشق على اتفاق روسي أمريكي يقضي بالتخلص من ترسانتها الكيماوية. وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف بشأن مشروع قرار دولي حول نزع أسلحة دمشق الكيماوية. مسؤول أمريكي أوضح أن كيري ولافروف يعملان بروح إيجابية على النص المقترح للوصول إلى اتفاق. الأزمة السورية شكلت كذلك موضع بحث بين الرئيسين الفرنسي فرانسوا أولاند والإيراني حسن روحاني، اللذين تصافحا في مشهد لم يحصل بين رئيسي البلدين منذ العام 2005. كذلك التقى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مع المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وتباحثا في آخر تطورات الملف السوري. إلى ذلك اتهم مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يعرف بداعش بتنفيذ أجندة النظام، حيث يقومون فعليا بعمل النظام السوري الآن من خلال الحرب التي يشنونها على الجيش الحر. بعد الفاصل تتابعون. تلفيقات وفبركات الإعلام السوري تتوالى فصولا.
أهلا بكم من جديد. أكثر من عام على الحصار الخانق للنظام على مدينة معظمية الشام بريف دمشق، وصرخات الاستغاثة من الداخل تتواصل لإدخال المواد الغذائية والدواء والوقود بعد أن قطع النظام عن سكانها الاتصالات والكهرباء لتعيش المدينة حياة بدائية ضحيتها كان الأطفال والنساء. الوضع في معظمية الشام بريف دمشق أشبه بحزام ناري، مع كل يوم يضيق أكثر فأكثر على أهل المدينة البالغ عددهم 12 ألف شخص حوالي العام، والنظام يفرض الموت البطيء هنا، وإن كان قد سرع وتيرته في أوقات القصف على منازل المدنيين بالطيران والمدفعية الثقيلة، فإنه منع عن ساكنيها كل مستلزمات الحياة، لوث المياه وقطع عنهم المواد الغذائية والدواء والوقود، ولو كان باستطاعته التحكم بالهواء لقطعه عنهم كما يقول الأهالي. الشهيدة الطفلة رنا، شهيدة الجوع والحصار المفروض على مدينة معظمية الشام منذ عام. هذا ما أصبح عليه أطفال المعظمية، أجساد صغيرة اشتد عودها فغادرتها الروح بسبب سوء التغذية والنقص الحاد في الغذاء ولا سيما حليب الأطفال، وبأقل من 20 يوما توفي 6 أطفال. كامل للنسيج الشحمي، مظاهر عوز الفيتامينات، نقص الفيتامينات، النزوف العفوية من الأغشية المخاطية، غؤول العينين. لم تنحصر هذه الحالات بالصغار فقط، بل انسحبت على النساء اللواتي أدت بهن المعاناة إلى المصير نفسه. عمل لهم تين يابس بسبب عدم وجود أي شيء من الحياة، لا طعام ولا شراب. ما تيسر من نباتات وأعشاب وخصوصا أوراق العنب والزيتون هو غذاء أهالي المعظمية منذ سنة حتى الآن، وبالتالي فقد بدأت تظهر وبوضوح شديد أعراض نقص التغذية على السكان من حيث التعب الشديد والصفرة بالوجه وعدم التئام الجروح. تلوث المياه أيضا أوجد بيئة انتشرت فيها الأمراض والأوبئة، أكان إصابة بالإسهال والالتهابات المعوية وما رافقها من قرحة مزمنة وجلطات مفاجئة. يبقى الموت متربصا بالمئات من الأطفال والنساء في هذه المدينة مع استمرار الأوضاع الإنسانية المتردية على حالها، أما الرسالة فيوجهها من انتزعت طفولتهم كحال هؤلاء. أوقف القصف، أوقف الدمار. أعلن ناشطون سوريون معارضون لنظام بشار الأسد أن رواية الإعلام الرسمي الذي قدم فتاة سورية على أنها مجاهدة نكاح غير صحيح، مؤكدين أن ما عرض من اعترافات على لسان إحدى الفتيات فبركة وتم تحت الضغط والتعذيب. مع بداية مظاهرات مسلحة أبي صار يفوت لعنا مسلحين على البيت، كان أحيانا يفوت عنا 3 أو 4. تستمر فضائح إعلام بشار الأسد من خلال ابتداع الأحداث وتلفيقها عبر قصص واستضافات على قنواته، وهذه المرة فتاة صغيرة قاصر من مدينة نوى في محافظة درعا تتحدث وبحسب ما أملي عليها، هذا كله من دون أن تقوم بإخفاء ملامح وجهها أو تمويهها، وتقول في تلك الاعترافات المزعومة إن والدها أجبرها على جهاد النكاح لقاء مال تشك أن والدها كان يتقاضاه، وأشارت الفتاة إلى أن والدها كان يقنعها بدورها في الجهاد وإنها في حال ماتت فهي شهيدة وستدخل الجنة. ناديت لأبوي، إجا أبي لعندي على الغرفة، فأنا عم قل له أنه ليش هيك عملت وإجوا لعندي وكذا وليش ما فتت لعندي وأنقذتني منهم وكذا وهيك، فهو عم بيقول لي انه معلش هذا كلياته جهاد. زيف النظام دفع ناشطون سوريون معارضون الى دعوه للمشاركه في حمله على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو منظمات حقوق الانسان والامم المتحده لانقاذ الفتاه السوريه، ويذكر ان الطفله قداح اعتقلتها قوات الامن السوري من امام مدرستها نهايه العام الماضي للانتقام من والدها الذي يقاتل قوات النظام في صفوف الجيش الحر، وذلك للنيل من سمعته. أشار الجنرال السوري زاهر الساكت إلى أن مخزونات من الأسلحة الكيماوية السورية تم نقلها إلى حزب الله وإيران، وأوضح زاهر لصحيفة الديلي تيليغراف أنه تلقى 3 مرات أوامر من النظام باستخدام السلاح الكيميائي لكنه رفض. التفاصيل في أبرز ما تضمنته صحف عربية وغربية حول سوريا.
نقلت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية عن الجنرال السوري زاهر الساكت قوله إنه تلقى أوامر من النظام لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري 3 مرات ولكنه لم يتمكن من القيام بذلك. واعتبر زاهر أن هذه الأوامر لا يمكن أن تأتي سوى من رئيس النظام بشار الأسد نفسه، رغم نفي الرئاسة عدة مرات قيامها بإصدار هذه الأوامر، مؤكدا أن بعضا من المخزونات الكيماوية جرى نقلها إلى حزب الله وإيران. توقف مصدر استخباراتي غربي أمام تعاظم خطر منظمات الجهاد العالمية التي تطرق أبواب إسرائيل من سوريا، مشيرا في حديث لصحيفة الرأي الكويتية إلى أن الخطر سيأتي قريبا أيضا من داخل إسرائيل عينها في حال فقط توقفت الحرب ضد النظام السوري. تناولت صحيفة الواشنطن بوست دعم المتبرعين العرب للمقاتلين الإسلاميين في سوريا، ورأت الصحيفة أن المتبرعين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ومنها تويتر لجمع ملايين الدولارات من المتعاطفين مع المقاتلين الإسلاميين، وهو ما يقدم دعما لا متناهيا للكتائب الإسلامية التي ترى في سوريا محطة نحو ثورة إسلامية أشمل في المنطقة، الأمر الذي ترفضه الإدارة الأمريكية. ووفقا لمسؤولين في أجهزة استخباراتية بالشرق الأوسط، أوضحت الواشنطن بوست أن الأموال يتم إرسالها بين حسابات بنكية خاصة ومن ثم يتم تسليمها باليد في البلدات التي تقع على الحدود مع سوريا. وفي النشرة بعد الفاصل، مخيم الزعتري يشكو نقص الرعاية التربية الخاصة. أهلا بكم من جديد. تعاني النسوة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن من نقص المستلزمات الطبية والطبابة الخاصة بالحوامل والأطفال الحديثي الولادة. عشرات الأطفال يطلون للمرة الأولى على الحياة كل يوم من منافذ الخيم في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، وتواجه السيدات هناك مشكلة كبيرة من جراء نقص الأطباء والمستشفيات المجهزة لعمليات الولادة. نور أم حامل في شهرها 8 فرت عائلتها من وطنهم على أمل أن يجدوا الرعاية الطبية في دول الجوار. كوني رح أولاد، يعني صرت بخاف، يعني صرت بولاد وما في لا مشافي لا في شيء، وأنا يعني وعندي أولاد صغار، وين بدي أتركهم، وين بدي أولاد. وتقول نور إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا بخاصة حليب الأطفال كان السبب في سوء صحة ابنها الأصغر، فهي لم تكن قادرة على إطعامه الحليب الذي يحتاجه للنمو. قبل كنت بتغذى وأخذ فيتامينات وغذاء فواكه وحليب، يعني وقت اللي حبلت بالأيام هاي ما فيني يعني أخذ هالغذاء اللي كنت باخده قبل، لكن إذا جاء الطفل نحيف كتير. برنامج التغذية أنقذ الأطفال الرضع في مخيم الزعتري شدد على أهمية تلقي الأمهات الحوامل التغذية التي يحتاجونها لولادة أطفال أصحاء. إذا كانت الأم الحامل لا تحصل على التغذية السليمة فهذا قد يؤدي إلى مضاعفات عند الولادة، بالإضافة إلى الولادة المبكرة وانخفاض وزن المواليد. نحن هنا لرفع الوعي حول ممارسات التغذية المثلى للأطفال بدءا بالتغذية المجانية قبل 6 أشهر من الحمل. وتوزع منظمة إنقاذ الطفولة 500,000 رغيف من الخبز يوميا على اللاجئين الذين تجاوز عددهم 120,000 في الزعتري وحده. نقص الخدمات الغذائية داخل سوريا سبب لجوء عائلات كثيرة إلى الأردن، وبمجرد أنهم هنا كلاجئين في بلد جديد منظمة إنقاذ الطفولة توفر لهم المنتجات الغذائية الضرورية التي يحتاجونها. سوء الوضع الإنساني في سوريا والحاجة الماسة إلى الغذاء والماء رتب مزيدا من الضغط على المنظمات التي تكافح لمساعدة السوريين. بآخر 3 أسابيع بسوريا كنا عايشين على برغة بندورة، أحيانا بتفوت علينا سيارة بوسطة خبز أسعارها غالية بال200 سوري. شو بدي بقول لك، يعني الوضع أسود وصعب. لما ما في كان أكل أخواتي كانوا بيوجعوا كتير، بيجوا لعندي أو لعند الماما بيقولوا لي يا ماما جوعانين. الحمد لله.
حرب مستمرة وأوضاع مأساوية يعيشها الشعب السوري في الداخل والخارج، ومصير غامض تنتظره منطقة بأكملها. وفي الختام تذكير بالعناوين. الملف السوري يتصدر المواقف في الأمم المتحدة، وأولاند يشدد على ضرورة ردع النظام. ومعارك دارية في درعا وريف حلب، المفتشون الدوليون عادوا إلى دمشق. مأساة مروعة يرتكبها النظام السوري ضد أطفال المعظمية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.